السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن الـ MRI Pulse Sequence. ما راح أدخل بتفاصيل كثير، بتكون مقدمة جدا بسيطة وسهلة على الجميع إن شاء الله. المرجع اللي استخدمته MRI in Practice Chapter 3 من صفحة 58 إلى 67. طبعا أنا تكلمت عن الـ Spin Echo Pulse Sequence في Part 6، راح أعيد أشرحها وأوضحها أكثر، وراح أتكلم عن الجريدينت إيكو بولس سيكونس باختصار مرة والفرق بينها وبين الكونفنشنال سبين إيكو. طيب، إحنا عرفنا إنه أول ما نرسل الفيرست راديو فريكونسي كل سبينز راح تكون إن فيز بترانسفيرس بلين، بتجينا سيجنال، أوكي؟ ولما نعمل سويتش أوف للآر إف بولس spins أو الماجنتيك مومنت نفسها راح يصير لها دي فيز، وعلى طول راح نخسر هذا السيجنال وسميناها الفري اندكشن ديكاي سيجنال. هذا السيجنال اللي هي الفري اندكشن ديكاي سيجنال فيها نويز عالي جدا، وغالبا اصلا نتجاهلها وما نستخدمها في تكوين الصوره. فاحنا راح نحاول نعمل ريجنريت للسيجنال، اوكي؟ ف there are two ways to regenerate the signal. أول طريقة عرفناها اللي هي نعطي 180 refocusing pulse أو تسمى spin echo pulse sequence. أما الطريقة الثانية نستخدم شيء اسمه gradient وتسمى gradient echo pulse sequence. أوكي. ال conventional spin echo pulse sequence نفس الكلام، ومجرد إعادة راح نعطي 90 RF excitation pulse to flip the net magnetization vector into transverse plane. أو بما أنه ذرات الهيدروجين حولها مغناطيس صغير مرة وتدور بترانسفيرس بلين، فراح يكون عندي تيار كهربائي بريسيفر كويل اللي هي السيجنال. السيجنال احنا قلنا أنه هي عبارة عن تيار كهربائي. طيب، فأول ما نعمل سويتش أوف للآر أف بولس راح يصير عندي تي تو ستار ديكي، وعلى طول راح نخسر هذا السيجنال وسميناها فري اندكشن ديكي سيجنال. أوكي. الآن spins أو magnetic moments are out of phase with each other، لأن خلاص صار decay أصلاً. فإيش نسوي؟ رح نستخدم 180 refocusing pulse، فبيرجع يصير عندي in phase أو refacing وبتعطيني الماكسيمم echo. الإيكو بيك هي راح استخدمها بعد ما صار عندي total refase. أوكي. هي typical values للTR والTE في الـ conventional spin echo. يعني إذا بنطلع T1 weighted image لازم نختار short TR و short TE بهذا الرينج يعني، ولازم الأخصائي يكون عارف وفاهم وحافظ هذا الرينج علشان ما يطلع منه. يعني ما ينفع TR يكون 2000 ملي سكند وأنا بسوي T1 weighted image مثلا. هنا أنا بدخل بالT2 weighting. تمام. طيب ليه short TR و short TE؟ باختصار مرة، short TR علشان لا الفات ولا الووتر يصير لهم fully recovery، يصير الفات أمدى رجع والووتر ما رجع كامل، فأقدر أفرق بينهم لما أعطي next excitation. TE قلنا إيش؟ إنه هو time ما بين الـ RF pulse إلى الـ peak of signal. فأنا علشان أخذ الـ T1 weighted image لازم برضو الـ TE يكون short. ليه؟ لأن الـ TE هي المسؤولة عن الـ defacing، فإحنا نحاول ما نعطي enough time للفات والووتر إنه يصير لهم decay أو defacing، علشان ما نبي نشوف الـ T2 effect. يعني أنا بيعتمد بس على الـ recovery. تمام؟ بالT2 weighted image العكس، لازم نختار long TE، راح نحاول نعطي time للفات والووتر إن يصير لهم decay و defacing علشان أقدر أفرق بينهم. لأنه إيش قلنا؟ قلنا إن الووتر عندها long T2 relaxation time، يعني defacing بالنسبة للووتر ياخذ وقت طويل مرة، فبيكون عنده high component بالtransverse plane وبيعطيني high signal، وبكذا طبعا أكون حققت الـ T2 waiting واعتمدت على الـ decay بس. طيب ندخل الحين على الـ gradient echo pulse sequence.
بالgradient echo pulse sequence راح نستخدم فيها variable RF excitation pulse، فراح يصير عندي flip لنت magnetic vector through any angle not just 90، بس إنه دائما أقل من 90. يعني أول فرق بالgradient echo pulse sequence إنه راح تكون flip angle فيها دائما أقل من 90، تمام؟ بعد ما أرسلنا RF excitation pulse راح يصير flip net magnetization vector through any angle مو لل 90 زي ما قلنا. بعدين راح نطفي RF pulse أو نعمل switch off لل RF pulse، فالfree induction decay signal will be produced immediately. نفس الشيء بسبب الهوموجينيتي اللي بستاتيك magnetic field البي نوت، بيصير عندي two star decay. هي نفس spin echo بالضبط. فإيش الفرق للحين؟ أني بالgradient استخدمت flip angle أقل من 90، والfree induction decay راح تطلع بسبب الهوموجينيتي. نفس الشيء نفس اللي صار بالspin echo راح يصير بالgradient، بس نفس ما قلت إيش اللي الفرق، flip angle دائما أقل من 90. الفرق الثاني راح نستخدم الجريدينت عشان نسوي ريفيزنج. الجريدينت طبعا هو جزء من المار ماشين بالماجنتيك بور نفسها. هذا الجزء هو المسؤول انه يسوي لي ريفيزنج، تمام؟ وعلشان كذا السيكونس اصلا سميت بهذا الاسم. واخيرا بعد ريفيزنج راح ناخذ الايكو. طيب التايم ما بين الRF pulse والRF pulse اللي بعدها هو TR، نفس الشيء ما في فرق، بس اللي يفرق اني بدل ما اقول 90 RF pulse راح اقول RF pulse بدون 90، لاني ما راح استخدم 90 اصلا. علشان كذا لما نرجع للتعريف بالكتب او اي مكان لاقي مكتوب مثلا انه TR هو التايم من الRF excitation pulse إلى الـ next RF excitation pulse، ما يقولون من الـ 90 RF excitation pulse لأنه يختلف أصلاً من sequence to sequence. باختصار مرة لو نجي نقارن spin echo pulse sequence نستخدم 90 RF excitation pulse، بالgradient نستخدم RF excitation pulse less than 90، spin echo نستخدم 180 refocusing pulse للrephasing، أم الجريدينت نستخدم الجريدينت نفسها للريفيزنج. الشيء المهم نعرفه أن الجريدينت إيكو بول سيكونس غالبا تكون أسرع، لأنه إيش؟ لأنه الإكسايتيشن بولس أقل من الناينتي، فالوقت اللي تاخذه النت ماجنتيزيشن فيكتور أو التيشوز عشان يصير لها ريكفري راح يكون سريع، فراح نقدر نستخدم شورت تي ار اكثر من اللي استخدمناه بسبن ايكو بول سيكونس، بالتالي سكان تايم راح يكون اسرع. فالجريدينت يستخدمونها غالبا الفحوصات اللي تحتاج كتم نفس لان البيشنت ما يقدر يكتم لوقت طويل. وبس، شكرا.